مشاهدينا الكرام مستعدا بسم الله وعلى بركة الله انطلق هذا الشوط ليبحر من جديد في ناموس وتحديات الصباح وتحديات هذا اللقاء. جماهير وأسماء عريقة وكذلك مشاركة قوية في كل المشاركات من خلال الاستنتاج لانطلاقة هذا الشوط وما يحمله لنا من خلال تواجد الشعارات بمختلف ألوانها وأشكالها، إلا أن مصير الشوط لابد أن يحسم من أحد هذه الأسماء المشاركة في قمة وأداء البداية. نسير إلى البداية وهو الشوط الأول المفتوح للقعادين في انطلاقات هذا الأداء، انطلاقات هذا التنافس الثمين والمثمر في الانطلاقات. عودة إلى بداية الشوط حبلنا الكريم ونسير إلى المقدمة ونشاهد ماذا يحمل لنا البداية. هنا المفتري يحتل صدارة هذا الشوط، خليفة بن سيف المقعودي هو الآن في صدارة الشوط في القمة الأولى. هنا يأتي المفتري مشاهدين الكرام ليفتري الأداء، يفتري على البداية، بينما المركز الثاني وصل هنا الحميري، وصل الحميري خليفة بن عبيد الحميري ليقدم لنا والوال ليحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث يتواجد فيه بشاش راشد بن محمد بن مهير المنصوري، وصل نحو المركز الثالث، بينما المركز الرابع حولنا الكريم هناك تقدم في هذه اللحظات سياب محمد بن سالم بن راشد المزروعي. المركز الخامس، يشوف المركز الخامس يا ابو حياب، ياتي مغري سيف بن مظفر بن محمد العامري. المركز السادس وصل في شاهين سالم بن دغاش العامري، بينما المركز السابع مشغل عبيد بن صغير بن قنون بن يراده. والمركز الثامن سراب محمد بن سويدان بن عبيد العامري. المركز التاسع شعار بن العوضي يتدخل في هذه الأوشارد عامر بن علي بن حمد المحاربي وصاحب المضمرين. ياتي على المركز العاشر ليقدم راهي راشد بن سلطان بن مرخان، هو من يحتل المركز العاشر. هذا النداء الأول إذن مشاهدين الكرام في تحدي هذا الشوط ومشوار المنافسة القوية. الأعداد اللي تشارك في هذا الشوط ما يقارب من 30 أو 50 قعود، وهي المشاركة في انطلاقات هذا اليوم. لكل منا يحدد مصيره في انطلاقاته وتحديه. عوده إلى ولوال اللي مسيطر على المركز الأول، خليفة بن عبيد الحميري لا يزال مسيطرا هنا ولوال على المركز الأول، بينما هنا هناك بمعيته يا السلام يا المقعودي يلا يا المفتري، إنك مفتري يا المفتري. خليفة بن سيف المقعودي لا يزال على المركز الثاني مع وجود هذا النوع والشكل الفريد. المركز الثالث وصلنا إلى بشاش راشد بن محمد بن مهير المنصوري، خذ المركز الثالث في هذه اللحظات والكل حاضر بالمنافسة، بينما المركز الرابع الله 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 اللي وصل سالم بن دغاش العامري، يقدم لنا شاهين يحتل المركز الرابع. والمركز الخامس عبيد بن نون بن يراده يحتل المركز الخامس. المركز السادس سيب بن مظفر بن خموش العامري. المركز السابع هنا محمد راشد بن سلطان بن مرخان. المركز الثامن حصل تغيير، وصل المشغل حمود بن سعيد بن حمود الحرسوسي او العفاري يحتل المركز الثامن. ولكن خلاص خلونا نعود الى البدايه. الله يا البدايه لا يزال مشاهدين الاعزاء، ولكن حصل تغيير. يلا يا المنصوري، يلا يا راعي السمحه. الله، شوف اللي غير، شوف اللي راح. بشاش 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 بشاش، بشيت لك من قلب بشاش، ليت من عقب المطاريش يا المنصوري. وصل الان الى المركز الاول راشد بن محمد بن هي المنصوري، لكن اشوف المركز الثاني المفتري، ولكن والوال ياتي خليفه بن عبيد الحميري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث المفتري خليفة بن سيف المقعودي. المركز الرابع هناك متوه سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن أعود إلى بشاش لا يزال مسيطر على المركز الأول. يلا يا أهالي السمحة أسعد الله صباحكم وجود مورنينج راشد بن محمد بن مهير المنصوري. يلا يا راعي مصيحة
الراعي مصيحة يا بندري يا المنصور، يسعد الله صباحك. بشاش هنا مشاهد الأعزاء ينتزع المركز الأول، تهانينا والناموس المركز الثاني وصل من خلال هذا الأداء شاهين ناصر بخليفة بن سلطان المنصوري، المركز الثالث متوه لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الرابع والخامس مشاهدينا العز راشد بن سعيد بن راشد الاشتبي يحتل المركز الرابع، والبقية نتابعها مشاهدينا الكرام في لحظات الإعادة الأخيرة لمجريات وناموس هذا الشوط من خلال تواصل الأسماء ومن خلال تواصل هذه التحديات. عودة إلى البداية وعودة إلى مسار الناموس الأخير من خلال الانطلاقة المثيرة والذي حملها بشاش في انطلاقات هذا الشوط والأداء المميز. ثانينا والناموس مشاهدينا الكرام لراشد محمد المهير المنصوري، تهانينا على الفوز والانتصار حيث حمل بشاش. السلام والتحيه لاهالي السمحه. نشوف نشوف اذا توقيته الزمني مشاهدينا الكرام في لحظات الوصول 4 دقائق و49 ثانية و11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حقق الانتصار في 4 دقائق 50 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري على فوز شاهين بالمركز الثاني، بينما امتوه حصل على المركز الثالث لسعيد مطر رميثي 4 دقائق 52 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الرابع حضر شاهين لأحمد بن سيف الزفين المهيري مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا التحدي. هكذا هي أسماؤنا الذي حضرت في انطلاقات هذا الصباح وهذا الناموس المميز.